سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله رحلة النهاردة تفرح قلوبكم. كل واحد فينا جواه القوة وجواه الضعف، جواه الحنية والطيبة وجواه العنف، زي نجم النهاردة. جواه شخصيتين، فطين الطيب اللذيذ الظريف، وجواه ميشو الشرير العنيف. يا ترى نجمنا النهارده لما يبقى على ارتفاع 13,000 قدم في رحله استثنائيه، مين اللي هيطلع من جواه؟ فطين ولا ميشو؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع نجمنا الجميل الكوميديان اللي انا شخصيا من عشاقه، سامح حسين. حسن شو ما عم يمشي الحال؟ ليه شو في؟ يا خي عم تنقص زيت. كيف عم تنقص زيت؟ اول فلايت عم بنقلها ناقصة كيلو. في مشكلة بالموتور، بس خلينا هلا بنطلع فيها، ما مشكلة. بتحمل بتحمل ما بتطلع، مستحيل بتحمل. تطلع انا عم بقلك بدي خلص الباب لما تغيري. بعد معنا خمس دقايق حبيبي، بدي مفتاح العم خمس. معنا خمس دقايق بتطلع الطيارة، معنا خمس دقايق بتطلع الطيارة، بنخلصها بأسرع وقت. سكر عندك وطلع لعندي بسرعة. هيدي الفاينل اخر ستيشن بنعملها. حاسسني ان عاجبك. كان عندنا سفر الصبح، هلا اجينا عم يشدوا البرا بالبيت. ما تعرف ما عم يشدوا البرا. حاسسني ان عاجبك ان شاء الله. هن هيك بيصرخوا لانه بيسمعوا بعض. طب حبيبي المسكي بعد الهندل معلقة، ما دخل الأول. الهندل بعدها معلقة. هاي يا خيكي ما زبطناها يا زلمة، بعده كان عم يشتغل فيها. ما عم بتعلم سيداتي سادتي، اهلا وسهلا بكم. نيابة عن اجنحة لبنان، قائد الطائرة كابتن مرعي وطاقمها يرحبون بكم على متن طائرتنا المتجهة الى قبرص. سوف تستغرق الرحلة حوالي 30 دقيقة. ارجى تجليس المقاعد وربط الاحزمة اثناء الاقلاع. سيداتي سادتي، يرجى من حضراتكم مشاهدة ارشادات السلامة التالية. انا
راكب ميكروباص. انا راكب ميكروباص. ده ميكروباص. والله ما حصل ميكروباص. أسعد أوقاتكم، أنا قائد الطائرة، نعاني من مشكل تقني يتعلق بمكابح الطائرة، وقد استدعينا الفريق الفني للكشف على هذا المشكل البسيط. سوف تتطلب حوالي دقيقتين، نتأمل منكم تفهم هذه المشكلة وشكرا جزيلا. أنا ممكن أدخل أنا من الآخر حاسس إن أنتوا أنا آسف بس تحس ان انتوا سارقين الطياره يعني مش لا اول ما عايز سارقينها لا يا صلحوا البتاع هيدا شيء طبيعي بيصير ده طبيعي فين لكل الايرلاينز بيصير في خطر ايه فين في خطر لا 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 طمنا الكابتن هلا كابتن ايه ده صوته مش كشف شيء كويس جدا يعني اذا في الكابتن كمان حياته غاليه يا زلمه شباب كويس لا سمح الله في شيء غلط هنرجع وننزل كده هو ده كله مفيش حاجه غلط هيدا بس خلينا نسمع سيداتي سادتي نعتذر منكم عن هذا العطل التقني دقائق من الان سوف نكمل رحلتنا نحو قبرص نتمنى من الجميع البقاء في اماكنكم مع احكام ربط الاحزمه ونتمنى لكم رحله هادئه وممتعه شكرا هذا شوية كذب
ما في شيء. بنرجع طيب بنرجع. نرجع طيب نرجع. خلاص بلا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ما نرجع يا عم ما نرجع ما نرجع. Yeah.
هلا
مي. يا استاذ لو سمحت خليك هيدا مربوط ما بقى اترككم نكون بوحده نصير باثنين احسن تبعي نحن مسائل خليك شدد العين خليك شدد العين يا مين سال الانجينير خلي هلا بفيق لحاله اترك في معنا بداله واحد جوا ما تخليك عم تشتغل طلع فيه طلع فيه يا استاذ ده كم ضايع استاذ بديله عيب اضيع لا عيب اضيع لا 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 طلع فيه شد لي من على ايدك شد لي من بلا معروفه طلع فيه حدا احنا فوق البحر يا جماعة يا عم اسكت ما كان يا رب 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 يا شباب يا جماعة في معنى مرة عم بتولد حدا مولد قبل هلا حدا مساعد حدا بالولادة حصل الشرف في معنى مرة عم بتولد دكتور دكتور في دكتور ممرضة أي شخص داي داي أي شخص بيعرف الولادة إذا نريده يا الله يا رب بعد ما لك ثلاثة دقايق بنصير على الأرض ثلاثة دقايق بدي اقول كلمة بريس لو سمحت بطل عايش أنا بقول مويه ورا بحط راسه من الجنيه لما بدي اقول بريس قربنا ننزل إذا بتريدوا بس قول بريس الكل راسه من الجنيه بطل عمل لك شيك حتى من هلا بسرعة بس يقول كلمة بريس راسك بين جريك راسك بين جريك لما تسمع كلمة بريس بلاح هيدا بلاح يا خي بلاح راسك حطه بين جريك جل لورا جل لورا جل لورا جل لورا جل لورا جل لورا عد وحط الوالد يا عمي وضعه الله يعدي لي على السبب على الجمس بريس الكل راسه بين جريك هلا هلا راسك بين جريك راسك أنا معه أنا معه راسك بين جريك عيبة راسك بين جريك يا حمزة حمزة راح نقطع راسك بين جريك ايوه راسي بين جريك اتركها خليني راسك بين جريك راسك بين جريك يا عم ليه ليه لا تحت ليه لا تحت طلع بطل لا تحت الكل لا تحت الكل لا تحت انا مزاح خليني راسك بين جريك حاسب كان معناه يا اخويا وصلنا يا اخويا
والله عارف انها صعبه والله عارف جاي اصلح لك الطريق انت اخويا سامح والله انا اسف والله صعبه